نحاول في هذه الجلسة أن نناقش امتحان السنة الماضية في ديدكتيك الرياضيات الذي اقترح في الامتحان المهني. الامتحان في موضوعين، الموضوع الأول هو حول الفرد، والموضوع الثاني حول تمرين لحد حول تمرين هندسي. نبدأ أولا بالموضوع، موضوع الفرد. الأستاذ الذي اقترح الفرد اقترح 3 تمارين فيه. الأول حول الهندسة، يتناول المفاهيم الأساسية. التمرين الثاني يتناول فيه مقدمة أو تقديم الأعداد العشرية النسبية. أما التمرين الثالث فإنه يقدم تمارين حول العمليات أو الجداء القصور، حول جداء قصري. قبل أن أتطرق إلى الأسئلة أو الإجابة على الأسئلة حول هذا الموضوع، أريد أن أقوم بقراءة قراءة خارج النص أو قراءة موضوعاتية للتمرين. أولا التمرين الأول يتكون من 7 أسئلة مستقلة من ناحية الفعل ومن ناحية المضمون، إلا 3 منها. ما معنى الاستقلالية؟ وهو أن السؤال لا يؤثر على استقلالية من ناحية الفعل، أن السؤال لا يؤثر على السؤال الثاني. وهناك استقلالية من ناحية المضمون، لأن السؤالين ليس لهما مضمون مشترك. مثلا السؤال الأول، أنشئ النقطة أو بحيث أ منتصف سي أو، ارسم النقطة M بحيث تكون النقط B و M و C مستقيمية. هما أسئلة مستقلة من ناحية المضمون الفعل، بمعنى إذا قام التلميذ بإنجاز السؤال الأول لم يقم بإنجاز السؤال الأول فإنه لا يؤثر على إنجازه في السؤال الثاني. وكذلك إن حل المضمون أو المفاهيم المتطلبة في حل السؤال الأول لا علاقة له مع المفاهيم المتواجدة في السؤال الثاني. هذا أمثلة عن استقلالية من ناحية المضمون ومن ناحية الفعل. وهذه الاستقلالية هي التي تحدد لنا طبيعة المواضيع وحتى الأسئلة، تساعدنا على إجابة بعض الأسئلة المطروحة في هذا الموضوع، وسأبين ذلك عند تقيلنا للأسئلة. التمرين الثاني يتناول سؤالين كذلك مستقلين من ناحية المضمون والفعل، بمعنى التلميذ إذا قام بملء الجدول لم يستطع بملء الجدول فإنه يستطيع أن يجيب عن السؤال الثاني والعكس صحيح. من ناحية المضمون كذلك، رغم بأن هناك مفهوم مشترك فيما بينهما ومفهوم أساسي ويقال له يقال لكونسبت أتوميك التي لا يمكن تجزئتها، ومفهوم العدد العشري يظهر في السؤال الأول ويظهر في السؤال الثاني، إذن هو مشترك فيما بينهم ولكن لا يؤثر على الحل. أما التمرين الثالث فهو مجموعة من الأسئلة التي لا علاقة فيما بينهما، لأن هناك أسئلة مستقلة من ناحية الفعل وليس المضمون، لأن المضمون وجد عددين كسريين أو عددين عشريين موجبين كما شئت. دونك كاين أعداد عشرية وكاين هناك أعداد كسرية. هذا بالنسبة للقراءة الأولية للنص، حتى هذه القراءة يمكن أن تسمح لنا بالإجابة عن الأسئلة الموالية. أتمنى أن قرأتم هذه الأسئلة لكي أسرع في الإجابة. بالنسبة للسؤال الأول يقول، ما هو المستوى المستهدف من هذا الفرد؟ التمرين الثاني يحيلنا مباشرة إلى السنة الأولى. لماذا؟ لأنه يتناول أول مرة العدد العشري النسبي، لأنه يستعمل كلمة المسافة، وسنتطرق للمسافة فيما بعد. إذن المستوى هو السنة الأولى الثانوية الإعدادية، ويمكن تبرير ذلك بالقول بأنه يتناول مفاهيم تندرج
ضمن فصل المفاهيم الأساسية، ضمن فصل العدد العشري النسبية، وكذلك في درس الأول ودروس الجداء العمليات على الكسور والعدد صح طبيعي. ما هي مكونات هذا الفرد وموقعه في التوزيع الدوري الفروض المراقبة المستمرة؟ لا، قد قلنا ما هي المكونات. المكونات هي أولا المفاهيم الأساسية، ويمكن التفصيل لها في التوازي التعامد وفي الإنشاءات الأساسية. التمرين الثاني فيه مفهوم العدد العشري النسبي، وفيه مقارنة عددين عشريين نسبيين. أما الثالث هو جداء العدد الكسرية والعدد العشرية. الموقع في التوزيع الدوري من المفروض أن المذكرة 192 على ماضون هي التي تحدد الموقع، وهو الفرد الأول، الفرد الأول من السنة الدراسية. ويمكن الرجوع إلى المذكرة وتعرفون متى في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث. المذكرة ليست أمامي، ولكن يمكن أن أطلع عليها. ولكن من المفروض الأستاذ الذي يجتاز الامتحان أن يكون على علم بها. وأنا أقترح وأصرح أحبذ أن هذه المذكرة تكون أمام الأستاذ، ليس لدى أن يحفظها. ولكن للأسف الشديد أن مواد الامتحانات ما زالت تعتمد على الحفظ. السؤال الثالث، حلل الموضوع الفرد المحروس المقترح في حدود المذكرة 192 بتاريخ 7 محرم، ها وقت المذكرة، تحت موضوع تأطير وتتبع إجراء الفروض المراقبة المستمرة مادة الرياضي في سيكل الثانوي الإعدادي، وذلك اعتمادا على مواصفات التالية. أولا، سلامة اللغة ووضوحها. إلى حد ما اللغة سليمة، ولكن غير واضحة في بعض الحالات، مثلا في المسافة ديال العدد عشري، ما هي المسافة، تخلق إشكالية سنتطرق لها في الصعوبات فيما بعد السؤال الخامس. الدقة العلمية للأسئلة، كذلك هناك أسئلة غير دقيقة، بما أن السؤال الأول ديال يتناول منتصف قطعة عن طريق التمثل المركزي، ونعرف أن التمثل المركزي يأتي في آخر السنة الدراسية، لأنه يقول أنشئ النقطة بحيث A هي منتصف، والتلميذ في هذه المرحلة يعرف المنتصف فقط كنقطة من القطعة AB، بحيث المسافة عن A تساوي المسافة عن B. هذا هو التعريف الذي يعرفه والذي تعرف عليه في التعليم الابتدائي. إذا ليس هناك طريق، السؤال الأول كان ملغوما، وبالتالي ليس هناك دقة علمية في الأسئلة، لأن الدقة، ما معنى الدقة العلمية في الأسئلة؟ هي التي يجب أن تعتمد الأسئلة أو سيارة الأسئلة على البرنامج، وليس على العرف، وليس على الكتاب المدرسي. هذه الدقة العلمية. ما معنى الدقة العلمية؟ هو المسائل المشتركة بين جميع الأطراف، بين جميع الأساتذة. إذن أشو المشترك بين الأساتذة؟ وهو البرنامج، ليس الكتاب المدرسي، لأن هناك كتابين، كاين الكتاب الوحى أو كاين الكتاب المفيد. الكتاب الوحى يطرق الأمور بشكل يختلف عن إذن الدقة العلمية في أخذ ورد. تلازم الأسئلة، ما الأهداف المسطرة لها؟ ما معنى تلازم الأسئلة؟ وبأن السؤال يهدف إلى التحقق من هدف معين أو من قدرات مستهدفة. إذا قمنا بجرد جميع القدرات، نرى بأن هناك قدرات كالتعواد، مسائل ليست قدرة، مثلا المسافة ديال العدد العشري ليست قدرة، ومفهوم وسيطي يقدم المفهوم وليس غاية لطرح السؤال. كذلك في السؤال التمرين الثالث، ما هي الأهداف المتوخاة عندما تطرح عدة أسئلة حول الجداء؟ وليس هناك وضعيات مختلفة، لأن خاص الوضعيات مختلفة في هذه الحالة أقول هناك تلاؤم. علاش؟ لأن مثلا دير مثلا جداء عددين كسريين لا يتحولان إلى عدد عشرية، جداء عددين عشريين، جداء عدد كسري وعدد عشري،
جدا عدد كسرين، احدهما يتحول الى عدد اسري والاخر لا الى اخره. هذا هو تلاؤم مع الاهداف، لان لابد من سطر الاهداف. هل هو سطر الاهداف؟ النص لا يقول ذلك، ولكن من خلال اسئله لغير متوازنه يبدو بانه لم يحدد اهداف مسطره. تدرج الاسئله داخل التمرين من الثالث صعب. لاحظت بانها ما تم التمرين الاول ليس هناك تدرج. السؤال الاول صعب على التنين للسنه الاولى، هو الاول. هناك كذلك في التمرين الثاني مفهوم المسافه امتي اصعب مفهوم الترتيب، رغم انه ياتي في مقدمه التقديم، ولكن تدرج الاسئله مهم في هذه الحاله. تناسب النقطه الممنوحه لكل تمرين، لم ارى هناك نقطه، ولهذا عفوا الان رايتها بأن هناك أسئلة نفس الكفاءات، كفاءة تقوم بنفس النقطة. مثلا السؤال الخامس والسادس واحد نقطة ونص نقطة ونص، وهو نفس السؤال لا اختلاف بينهما. ثاني كذلك حول السلامة اللغوية أو رسم المستقيم. الإشكال المطروح في التمرين هو كاين كلمة أنشئ وكلمة أرسم، ما هو الفرق بينتهم؟ لأنه كيخلق بلبلة لدى التلميذ. ما معنى الإنشاء؟ هنا ما معنى الرسم؟ الإنشاء استعمل المسطرة بيركار. هل استطاع التلميذ أن يستعمل المسطرة بيركار في السؤال الأول؟ لا، لا أظن، إلا إذا كان يعرف بأن المنتصف قطع هو النقطة الوحيدة من المستقيم A B عن A توصل المسافة B، ويستعمل بيركار ويسمي مسطرة. ولكن لا أظن تيمي السنة الأولى يعرف ذلك، لأن كما قلت البرنامج لا يشير إلى ذلك، وحتى برنامج التعليم الابتدائي لا يشير إلى ذلك. دونك المرجعية الأساسية عندنا في مناقشة الفروض هو البرامج، ليس الأعراف وليس الممارسات، لأن الممارسات قدر أنت أنا أتفق مع الممارسة ويجي مفتيش آخر لا يتفق مع الممارسة، والورقة تصحح من طرف شخص لا يعرفك. وبالتالي إذا قلت أنشئ هي التلميذ يعرفها، فإنه يقول بأن تقدر ما تاخذش نقطة ونص. لهذا في هذه الامتحانات يجب أن تكون كما يقول أوفير مفتوح، بمعنى ما تكونش جازم في أحكامك، تخلي شوية لا مارج. مثلا أجيبك مع السؤال الأول في أنشئ، مثلا ممكن أن يقوم التلميذ باستعمال مسطرة بيركار وهذا مجهود يستحق علينا نقطة ونصف، ولكن إذا لم يتطرق الأستاذ إلى كذا وكذا فإن السؤال أصبح صعبا. مثلا أدي الحالات أدي جونكسيون ديكا لكي لا تأخذ موقف، لأن السيد أو مفتش أو الأستاذ الذي يصحح الموضوع قد يكون مختلف مما كان في الموقف، وبالتالي ستكون ضحية لموقفك. ولهذا خاصك تكون مفتوح، كتاب مفتوح، بمعنى كتقدم الحالات الممكنة. وسنرى ذلك كثيرا في التمرين الثاني، ستلاحظون بأن الانفتاحية التي تجعلك تفهم التمرين. نرجع إلى التقويم بأن الأسئلة كما قلت كاين هناك أسئلة تستحق النقاط التي اقترح فيها واقترحت عليها، ولكن هناك أسئلة لا. مثلا نفس الكفاية تقوم أو تعاقب أو تقاوم نفس النقطة، فهذا غير مقبول في التقويم الموضوعي. نرجع إلى السؤال تناسب النقطة، وتناسب النقطة الممنوحة لكل سؤال مع الجهد الذي يتطلبه الإجابة عليه. لأن النقطة لكل تمرين مع البرنامج المرتبط به عاد كاين النقطة الممنوحة لكل سؤال مع الجهد. سنرجع للتمرين ونرى بأن مثلا السؤال الخامس والسادس في التمرين الأول لا تستحق هذه النقطة واحد ونص، لأن أرسم المستقيم الما من النقطة بي والعمود على المستقيم دي. هنا إشكالية كما قلت بأن الصياغة شوية ليس دقيقة علميا. أرسم بماذا؟ إذا كان القوس فإنها لا يستحق حتى 0.5،
وإذا كان بالمسار بيركار فأنا يستحق نقطة نص، لأن المسار بيركار يحتاج إلى رسم واسط قطعة أن يضيف نقطة أخرى بجانب A حتى أو بجانب A وخارج A وين الدائرة إلى آخره، والطريقة معروفة. إذن السؤال الخامس والسادس لا يستحقين النقطة التي اقترحت فيه اقترحت فيهما. من ناحية المجهود، بأن كما قلت بأن المجهود الذي يتطلبه الأسئلة مثلا 5 و6 أو 4 كذلك لا يستحقين هذه النقطة، لأن ليس مجهودا قويا. رابعا، أنجز جدولا تصف فيه أسئلة التمارين موضوع الفرض المحروس المقترح حسب المستويات المهارية الثلاث. لو كان هناك ثلاث مهاريات ما عليك إلا دير واحد الجدول وتضع فيه الأسئلة. مثلا أنا بالمستوى المهاري الأول قد أضع مثلا أضع التمرين سؤال جوج سؤال ثلاثة من الهندسة، الرابع والخامس والسادس هناك شك، هناك حالتين، إذا كان الرسم بالكوس فهو في في الخانة الأولى في المستوى الأول، أما إذا كان بركار فإنه يكون في المسافة في الخانة الثالثة، دونك خاص جدولين. أما بالنسبة للتمرين الثاني باش لكي لا نتأكد فقط على الهندسة، أملأ الجدول جانبه، لكن إشكالية ديال العدد المصحوب بزائد والعدد المصحوب ناقص والعدد الذي غير مصحوب بأي علامة. المشكل أملأ الجدول، هل يستعمل زائد لأن المقصود ما معنى لأن كده مقابله 7.4 ما هو المقصود، ما هو العدد، هو ناقص 4.7 والمسافة ما هي؟ إذا كتب التلميذ زائد 7.4 هل هي مسافة؟ أنا إشكال. وحتى جدول لا يحتاج لا يستحق 6 نقاط. لماذا؟ لسبب واحد، لأنه سيؤثر سلبا على النتيجة، لأن المفهوم ديال تقديم العدد العشري النسبي من المفاهيم الصعبة. فإذا أعطينا 6 نقاط فإن أغلب التلاميذ لا يحصلون على 6 نقاط، نقطة الفرض ولا محسوب ولا ينقط على 14 نقطة عوض ينقط على 6 نقاط، على عفوا على 20 نقطة. إذا هنا ضياع للتلاميذ، دونك غير متناسب السؤال الأول. أما السؤال الثاني فهو سؤال إذا اعتبرنا سؤال اعتيادي كما اعتيادي فإنه بسيط. التمرين الثالث ما كلام فيه، لأن هناك جداء أعداد كسرية، القاعدة معروفة، وبالتالي سواء طبق القاعدة أو لم يطبق القاعدة، دونك المستوى الثاني مستوى التطبيقي. هل تتوافق نسبة أسئلة كل مستوى مهاري في هذا الفرض مع ما هو وارد في المذكرة؟ أنا لا تتوافق. لماذا؟ لأن الأسئلة الملغومة في التمرين أكثر من الأسئلة البسيطة والواضحة، أكثر باستثناء التمرين الثالث اللي كان واضح وأحسن ما يلي. كيف قد التمرين الثاني هو غير واضح قد يخلق إشكال على مستوى النقاط، والتمرين الأول كذلك. هنا عند تصحيح أوراق التلاميذ وقف الأستاذ لجمل من الأخطاء الشائعة نذكر منها. وهنا فينا غادي نهضروا بزاف، هو الأخطاء مصادر الأخطاء كاينين ثلاثة حسب الباحثين في علم الديكتاتيك، ومن بينهم بروسون، يعني هو اللي حدد ثلاثة الأنواع. النوع الأول هو
هو خطأ ناتج عن مصدر ديداكتيكي، مصدر ابيستيمولوجي، ومصدر اونتولوجيك. ما معنى المصدر الديداكتيكي؟ هو الناتج عن طريق التدريس وعن البرنامج. الابيستيمولوجي هو ناتج عن المفهوم ذاته، كيفاش تكون عبر التاريخ، كيف تعامل مع العقل البشري عبر التاريخ. وهناك اونتولوجيك هو الاخطاء المرتبطه بالشخص او بمواصفات الشخص الممتحن. اذا من بين هذه الاخطاء كلها هي ناتجه عن الثلاثه الاولى، هي ناتجه عن مفهوم ديداكتيكي وابيستيمولوجي. اولا المقارنه، هي مقارنة التي نستعملها في التعليم في السنة الأولى، هي مقارنة حدسية لا تخضع إلى قانون معين. مثلا ماشي بحال السنة الثانية أو الإعدادية أو البكالوريا، كنقول بأن أ أكبر من ب إذا وفقط إذا كان أ ناقص ب أكبر من صفر، بمعنى لا نرجع المقارنة إلى مقارنة عدد مع الصفر. لماذا؟ لأن الآن التلميذ لا يعرف الفرق، وبالتالي لا نستطيع ان نقدمه. ولماذا الترتيب وضع في الدرس؟ لان وضع في الدرس لكي نميز بين الاعداد العشريه النسبيه فقط. الغايه ديالو ليس هو الترتيب، الغايه ديالو هو التمييز بين الاعداد. لاحظوا بانهم كيديروا الاعداد الحقيقيه، لا ما كنديروش الترتيب في الاول، غادي نخليه في درس اخر. عندما نقدم الاعداد الجذريه كذلك نديروا درس اخر تقدم الاعداد الجذريه، نديروا ترتيب، لان هذاك الترتيب كيجي لي غايه لنفسه، اما هذا كيجي كوسيله وفي حقه ما خصهاش تحط في الفرد. دونك الخطا الذي ارتكبه من طرف التلميذ يرجع الى مفهوم المسافه. ما هي المسافه؟ المسافه يعرفها التلميذ انطلاقا بان المسافه الحدسيه، بمعنى المسافه هي تلك الكميه التي نقوم بحسابها عن طريق باستعمال الوحده. نقول بان المسافه عن ضرب بيضاء والرباط، مثلا ضرب بيضاء 90 كيلومتر، دونك المسافه مصحوبه بالوحده. فانا كنقولوا المتر او الكيلومتر او الى اخره او الهكتومتر الى اخره. اذا التلميذ ياتي من الابتدائي ويعرف المسافه مرتبطه بواحد شيء، واحد كيف يمكن ان نسلخها من هذا الربط اللي دام تقريبا 6 سنوات زياده على ما دار في العائله قبل التمدرس. لان المسافه هي مفهوم مجتمعي، وبالتالي لا يمكن اسقاطه في الرياضيات. كذلك هنا اشكاليه اخرى، لان الوحدات التدريج عندما نرسم المستقبل للتلميذ ناخذ وحدات القياس، نقول مثلا 3 ناقص 3، 3 هي مسافه ناقص 3 عن او، ولكن عندما نستبدل وحده التدريج نكبروها مثلا تبقى 3 ناقص 3 عفوا، ولكن المسافه تغيرت. ما يمكنش 3 الكروات هي 6 الكروات. اذا مفهوم المسافه هو اللي ادى الى هذه البلبله في المقارنه. الخطا الثاني كذلك، لان وجود 3 اعداد مختلفه قد يظن التلميذ بانهما مختلفه، لان كاين ناقص 2.7 وكاين 2.7 وكاين زائد 2.7، وفي الاخير نقول التلميذ بان فلوس ما كنديروهاش. لماذا؟ الله اعلم. هنا كتخلق بلبله للتلميذ وبالتالي لا يدركها، وبالتالي يظن ان هناك ثلاث انواع من الاعداد وبالتالي لا يميزها. كذلك الخطا الثالث نفس الخطا ديال التمرين الاول، أو الخطأ الأول ناقص 30 أكبر من صفر. كيف يمكن أن تقنع التلميذ أن ناقص 3 أكبر من صفر؟ لا يمكن إقناعه، لأن ما عندكش أداة، لأنك تستعمل مسافة 30. كذلك في الرابع، الخطأ الرابع يختلف تماما عن الأخطاء الأخرى، لأن هنا استعمل واحد القاعدة التي نستعملها في جمع عددين كسريين عندما يكون نفس المقام. لأن عندما نقدم قاعدة الجمع
ديال العادات الكسريه او العادات الجذريه بصفه عامه، نقدم القاعده الاولى هي لهما نفس المقام، فهمتي، وعاد نديروا القاعده العامه. هذيك القاعده الخاصه ستان اوبستاكل، مصدر لخطا، لان التلميذ سيعمم الخطا الى الجداء، يقول لماذا الجمع له قاعدتين والجداء ليس له قاعده واحده. اذا باء حديث استراتيجيه لمعالجة الاخطاء، اولا اعاده النظر في تقديم العدد العشري النسبي. هذه استراتيجيه ساحددها، اولا ساتخلى عن المسافه، ولا هي وعندي الحق باش نتخلى عليها. لان علاش؟ لان التوجيهات التربويه تقول بان القيمه المطلقه خارج المقرر، والمسافه ما هي الا نوع من القيمه المطلقه. دونك هنا كنا تلاعب على الالفاظ، دونك يجب التخلي عن فهم المسافه لان كيخلق مشكله لدى التلميذ، وبالتالي استراتيجيه تبدا اولا باعاده النظر في تقديم العدد العشري النسبيه. كذلك بالنسبه للخطا الاخير، انا الاستراتيجيه اللي ندير هو التخلي عن القاعده الخاصه لجمع عددين كسريين. ندخل مباشره الى جمع عددين كسريين كيفما كانوا القاعده العامه، وبالتالي التلميذ لا عمره ما كيشوف امامه بان البسط كيبقى هو هو، حيث البسط كيبقى هو في حاله واحده وهو في الحاله الخاصه. هذا بالنسبه للتمرين، التمرين الاول. التمرين بعد ما انتهت في جمال من مشروع وتقديم ملاحظاتي واقتراحات طبعا لاجوبتي على التمرين الاول، غادي نفتحوا المجال للمناقشه ديال التمرين الاول على اساس اننا نمر التمرين الثاني بعد المناقشه. خلص سي عمر. سي عمر عندك الكلمه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. سي عمر حاول ترفع شويه الصوت. السلام عليكم، دابا مزيان؟ مزيان مزيان شويه مزيان. اولا بعدا كنشكر السيد الاستاذ والمفتش السابق جمال. السؤال ديالي هو قال لك في التمرين قال لك نوع الاخطاء ما حددهمش الاستاذ المصادر فيها. نعم هذا هو السؤال ديالي. كاين ثلاث مصادر بصفه عامه، جميع الاخطاء كاين ثلاثه المصادر، كاين المصدر ديداكتيكي، وكاين المصدر ابيستيمولوجي، وكاين المصدر اونتولوجيك او مواصفات المتعلم. ما معنى المصدر الديداكتيكي؟ هو الخطا ينتج عن طريق التدريس، او ينتج عن طريق التعامل مع مفهوم معين. هذه ديداكتيكي بان مرتبط بالاستاذ وبالبرنامج وبالمنهج. اما هناك مصدر ابيستيمولوجي وهو ناتج عن كيفية تفكير العقل البشري بصفة عامة بالمفهوم، أو تطور التاريخ، أو الأزمات التي خلقها عبر التاريخ. هذا هو أو المصدر الإبستيمولوجي. كاين مصدر آخر هو أونتولوجيك، هو المرتبط بالتلميذ، لأن التلميذ لا ما عندوش مؤهلات كافية لفهم المفهوم. مثلا نقدر نجي نقول لك مثلا العدد العشري النسبي ما خصهاش تكون في السنه الاولى اعدادي، لان النضج ديال التلميذ لا يسمح باستيعابها. دونك مصدر ديال الصعوبه جايه من النضج المعرفي. دونك هادو هما الاخطاء، هادو هما المصادر. اذا قلت انا قلت بان الاخطاء الثلاث الاولى هي اخطاء ديداكتيكيه ايبيسمولوجيه مرتبطه بالبرنامج، مرتبطة بالمنهجية، مرتبطة بالأشياء كلها المتعلقة بالمنهج. الخطأ الأخير هو أونتولوجي. ما معنى أونتولوجي؟ هو التلميذ يعتقد بأن القاعدة الخاصة لجمع عددين كسريين صالحة حتى في جداء أعداد كسرية، دونك لا يهتم بالمقام فيخلي المقام هو هو، لأن كاينة في القاعدة الخاصة. الاستراتيجيه ما معنى الاستراتيجيه؟ هو باش نحدد الاخطاء والمعالجه لها، انا قلت اعاده النظر في تقديم المفهوم. هذا نقدر نقول بان ما نقدرش نقول حذفه، لان كون كانت عندي السلطه نقدر نقول حذفه،
ولكن انا ليس لي عندي سلطه انا كاستاذ عشان نقول واعاده تقديم او البحث عن مقاربه جديده لتقديم العداله العشريه النسبيه. هذا حل. الحل الثاني مثلا في الخطا الرابع واقول بان حذف القاعده الخاصه لجمع عدد كثيرين ولا هي حق لك استاذ التصرف في البرنامج باش نديرها منين ندير عدد كثيره غادي ندير لهم القاعده العامه وننسى القاعده الخاصه رغم بان التلميذ كيعرفها في الابتدائي. وفي هذه الحاله ملي غادي نديرها في الدرس الاول الدرس الاول نقول لهم ماشي مشكل لان القاعده العامه هي الحاله الخاصه ولكن في التمارين ساركز على القاعده العامه القاعده الخاصه مابقاش نستعملها لا استعمل توحيد المقامات هذا هو المعنى ديالها مباشرة القاعدة ديال A على B زائد C على D هو تساوي A فوا D زائد D فوا C على D. أتمنى أن أكون واضحا. هذا الأساتذة في الشرط. نبدأ بالأستاذ دياب عبد الرحيم. السؤال ديالو كيف يمكن التخلي عن مفهوم المسافة ونحن نقول للتلاميذ أن كل عدد يعرف بمسافته عن صفة وإشارته. ألم تلاحظ أن اللوحة مختلفة عن المفيد؟ إذا هنا تقديم هناك مقاربات متعددة ممكن نقاربها مثلا كعملية ديال الفرق عملية الفرق عندما تكون ممكنة ما كنديرو زائد العدد ملي كتكون غير ممكنة كنديرو ناقص ونستعمل الآلة الحاسبة ونعرفو هناك مقاربة بدون مسافة. المسافة هي خارج المقرر. القيمة المطلقة تعتبر قيمة المطلقة خارج المقرر وبالتالي لا تحيل مع البرنامج لأن هذا امتحان ماشي كون كنتي تألف كتاب دراسي كاين اعتبارات أخرى كتدخل اعتبارات أخرى لا مجال لمناقشتها ولكن في امتحان أمام المصحح خاص تقنعو ماشي تقولي هذا هو اللي كاين بوحدو لا هالوحة ما كتقدمش مسافة يلا وكديرش المسافه ولكن المفيد كيدير المسافه واختار ولكن في الامتحان ما يمكنكش تقول خاص انت تقول لي هناك طريقه لتقديم العدد العشري النسبي ها هي تقدر ديرها تيوريزمي ديرها بخلاص تقدر عادي بنفس السياق استاذه كريمه كتسول لماذا نعوض مسافة العدد عن الصفر. هناك عدة مقاربات. المجال لا يسمح بطرح هذا، نقدر ندير فيديو خاص بتقديم العدد البشري النسبي بدون مسافة، وكاين إمكانية. كون كانت ما كانش إمكانية نقدر نقول لك هذه الصعوبة راه ما يمكنش نعالجوها، وهادشي اللي عطى الله. ولكن كاينة إمكانية اجتهاد، الإنسان يجتهد. وتقديم انا نقول لكم تعريض العدد العشري النسبي خلاصه العدد العشري النسبي السالب هو خارج عمليات الفرق صفر والعدد الموجب مثلا ناقص 5 هو صفر ناقص 5 لماذا هذا التعريف اذا استعملت على الحاسبه وقلت لي احسب لي صفر فاصلة عفوا صفر ناقص 5 دريك عارفه في البداية مستحيلة ولكن كتقدم لي الأجهزة كدير واحد ناقص ناقص 5 ماذا تمثل 5 تسأل التلميذ ماذا تمثل 5 هي 5 ناقص 0 ولماذا الحاسبة دارت ناقص لأن العملية مستحيلة إذا باش نردو العملية ممكنة استعملنا واحد الرمز ديال ناقص دونك ناقص العدد العشري السالب هو نتيجة لعملية ناقص أو لعملية طرح التي كانت غير ممكنة سابقا وأصبحت ممكنة بفضل هذا الناقص تقديم بسيط جدا وهذا التقديم يسمح لك بتقديم الجمع والطرح والضرب وكل شيء بسلاسة إذا هناك طرق للتقديم يجب التفكير بها رشيد الأستاذ مسعود كيتسأل هل طرق الدعم والمعالجة لا تدخل في تحديد استراتيجية لمعالجة الأخطاء؟
نعم عاود السؤال. هل طرق الدعم والمعالجة لا تدخل في تحديد استراتيجية لمعالجة الأخطاء؟ لا، كاين هناك كاين فهم استراتيجية والتنفيذ. طرق الدعم والشيء هي طرق أو طرق للتنفيذ الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية تعلو فوق الطرق، لأن كدير استراتيجية كدير الطرق باش تنفذ، وإلا كتسمى استراتيجية. استراتيجية كتهتم بالأفكار العليا، أما أفكار الدنيا ما كتهتمش بها استراتيجية، كتهتم بالطرق. أنا نقول لك مثلا، نعطيك مثال، مثلا سأقدم مفهوم العدد الاستراتيجية هي إعادة النظر مفهوم العدد العشري، تقديم العدد العشري النسبي. الطرق أستعمل حاسبة، فهمتي، أستعمل فهمتي الجداول من أجل تبيان بأن العملية الناقص أو الطرح التي كانت ممكنة أن تميت أصبحت غير ممكنة في الحالة، وبالتالي يجب خلق مفهوم آخر لتستجيب له. الوضعيات ما أنا كتحضري دون زان امباس، واحد الموقف خاصو يعاود التفكير في طريقة معالجة أفكاري. هادو طرق. أما الاستراتيجية شنو هي؟ هي إعادة النظر في مفهوم العدد العشري السالب العشري. دونك كاين فرق بين الطرق والاستراتيجية. استراتيجية تعلو كتشوف في الفوق، ملي كنقول لي إعادة النظر في مفهوم العدد العشري، غادي إعادة النظر في المجموع، إعادة النظر في الضرب، وخا ما كاينش موضوعنا دابا الآن، لاحظتوا يعني استراتيجية، إعادة النظر في تقديم الأعداد بصفة عامة. ملي كتقول استراتيجية بأن راه ما كتوقفش على المفهوم حداتو، كتشوف بعيد أن يتدخل عادي. الأستاذ عبد الحق الحماني كيتسأل كيستسمع الفوج على الموضوع، هل هناك مجموعة أعداد سرية؟ يقول أعلم أن هناك كتابة سرية لعدد، ولكن هل هناك مجموعة لأعداد سرية؟ هنا ما مهم أن بعد شوية على الموضوع. كاين بوتي دي غروندي، انا كنا نديرها في المقرات القديمه، باينه نناقشوا فيها. يرجع للمقرات القديمه كيلقى بوتي دي غروندي. بوتي دي هي العدد الكسريه، وغروندي هي العدد عدد من نوع بالديسيمو دي عدد العشريه. دونك مجموعة أعداد الكسرية هي نورمالمون نظرة المجموعات أو المجموعات مابقاش في المرامج ديالنا، كنهضرو على العدد، ولكن تجاوزا في الكلام في الخطاب كنقولو مجموعة. دونك إن صدرت فإنني ألخص كنختزل فقط الخطاب. أما في البرامج ديالنا لا نتكلم عن المجموعات ونتكلم عن الأعداد، أعداد كسرية، أعداد عشرية، أعداد صح طبيعية إلى آخره. تفضل. استاذ بابا كيتسائل او كيقول المرجع توضيح الدقه العلميه، دونك جا واحد المصطلح ديالكم سيغما الدقه العلميه. سي استاذ بابا كيتسائل او المرجع توضيح ما معنى الدقه العلميه المقصود. الدقه العلميه هي شنو؟ باش كنعبروها بالبرامج والتوجيهات التربويه، رغم انها تكون خاطئه يمكن تكون تسمى دقه علميه، لان الدوله هي التي تحدد لك النظام اللي كتقري به. متفقين؟ دونك العلميه ليس المفهوم ديالو هو ان نرجع الى الرياضيات العارفه او الرياضيات العليا، اللي مشينا هكا غادي نبقاو هنا، لان كاين مسائل كثيره ما فيهاش دقه علميه كنقدمها للتلاميذ. ماذا عدد العقديه مثلا؟ وين الدقه العلميه فيها؟ هل هناك دقة علمية في التقديم ديالها؟ ليس دقة علمية، ولكن البرنامج هو اللي كيحتمل لك تقديم الأعداد العشرية النسبية. هل هناك دقة علمية؟ مثلا آخر، ما معنى 1 على 3؟
واحد على ثلاثة ليس هو خارج، هو سين كلاس دي كيفالونس اللي بغينا نرجعوا الرجال الرياضية العارفة، سين كلاس دي كيفالونس ماشي عدد، ليس عددا وإنما رمزا لصين في التكافؤ. هذه الدقة العلمية العارفة من كرجال الرياضية. أما على مستوى البرامج أو واحد على ثلاثة وخارج قسمة، هل خارج قسمة؟ هل واحد على ثلاثة فعلا خارج قسم؟ ليس خارج قسمة، القسمة غير منتهية، ولكن كنقولوا خارج قسمة وكتمق دقة علمية وفق البرنامج وفق ما سطر في المنهج. أما بالنسبة للرياضيات أشكال آخر، هذا موضوع آخر يمكن أن نقشف لها تنسبوزيشون هداتي كني كتكون معرفة عارفة، المعرفة العارفة نقدروش نقدموا التلامذ، كنقسم منها شوية بحيث كنزلوها إلى مستوى التلميذ، ومن كنقسم منها كنقسم من الدرجة العلمية لها، ولكن كتبقى دقة علمية. دونك العلمية المقصودة هنا هو مدى تطابقها ما ورد في البرنامج. مثلا نعطيك مثال آخر باش نقبل من هذاك، ملي كنهضروا على طارس العكسية، ترتيب النقاط هل هي دقة علمية؟ نعم، أنطرح السؤال، هل عندما نقدم مباراة طارس العكسية ونقدم عن طريق ترتيب النقاط هل هي دقة علمية؟ لا، ليس دقة علمية، ولكن البرنامج فرض عليك هي دقة علمية. عادل سي جمال، يمكن ندوزو للمحور الثاني ومن بعد نعود نعطيو فرصة للأساتذة الأسئلة أخرى. بالنسبة للتمرين الثاني وهو قبل الخوض في الأسئلة ديالو، أنا أولا يجب التفكير في معالجته، لأنه التمرين ليس بسيطا لهالدرجة، وخصوصا الأسئلة هي كاين أسئلة ملغمة، غادي نبين لكم فينها ملغمة بالضبط، وبالتالي يجب التفكير. وهذا صراحة أقول إنما فكرت في الحوار معكم مشيت لهذا التمرين ضيعت فيه واحد 3 أيام ولا 4 أيام بكل صراحة، وموضوع هذا التمرين ما خصوش يكون في امتحان ديال المهني لأنه شديد الصعوبة. أنا نقول لكم على شديد الصعوبة، سنتطرق إلى إمكانية الحلول باش نعرفوا بأنه ماذا صعيب. الحل المعروف والمتداول أمامكم هي درس الشكل، هو كتقلب على الزوايا، وهي الأولى لحل التمرين هو أترسم الشكل وكتقلب على الزوايا المتقيسة وكتحسب الزوايا، وكتلقى بأن الـ DFC تساوي 75 درجة، والزاوية CFB هي 60 درجة، والزاوية FBFE تساوي 45 درجة، ملي كتجمعهم كتلقى 180 درجة، دونك كتقول نقاط مستقيمية. هذا ليس في مقدرة التلميذ السنة الأولى. لماذا؟ لا، التلميذ لا يعرف استقامة النقاط عن طريق الزوايا، ما كايناش شي فقرة خاصة بهذه، حتى في البرنامج ما كايناش. دونك كيفاش تقدمها؟ هنا كطرح المشكل، كيفاش تقدمها؟ غادي نشوفوا ملي غنطرقوا نشوفوا لا دوزيام ميثود. عاد نقولوا المستويات، دابا الان ما كنجاوبش على الأسئلة، ما كنجاوبش على الأسئلة نهائيا، دابا كناخذوا، ولكن في هذه الطريقة كنرسم المستقيم دي او وكنرسم واسط قطعة بيسون، كندير نقطة تقاطع نسميها اف بريم، والهدف من التمرين هو نبين بين اف بريم هي اف ديال النص. هنا كنستعمل التماثل المحوري، السنة الثانية ماشي السنة الأولى، كتجي السنة الثانية، أو نستعمل هنا التماثل المحوري. عفوا، ندوزو للطريقة الثالثة، حيت أنا درت بزاف طرق هما وعن بالنقش. الطريقة الثالثة كندير طاليس، غادي نبرولونجي لا دروات دي او، وغادي ندير المساقي ديال او اف وندير طاليس، ونبين بان المسافه اف ان هو ارتفاع المثلث متساوي الاضلاع، وبالتالي النقاط مستقيميه. ولكن باش نجاوب على الاسئله خاصني اسئله تمهيديه،
الطريقة الرابعة هنا كنستعمل مباراة فيثاغورس، بمعنى سأحسب المسافة اف والمسافة دي اف نتي والمسافة دي او، ونشوف بأن مجموع المسافة دي او تساوي عفوا المسافة دي او تساوي دي اف زائد اف او. نقول المستوى فيما بعد، المهم هذا فيثاغورس ودرت الإسقاطات كيبان لك باش ندير فيثاغورس. كاتري ميثود هي ديال بيتاغور، عاودتها سانكيام ميثود هنا كذلك ماشي استعملت ميثود ولكن استعملت المعلم، بمعنى سأحدد إحداثيات نقطة F ونقطة E، ومن بعد كنشوف كنستعمل معادلة المستقيم F ونشوف هل يمر من D أو لا يمر من D، وهذه الطريقة السهلة ربما في التاسعة. سيزيام ميثود كتستعمل هنا التماثل المحوري الذي محوره هو القطاع AD، كدير نقطة أخرى اسمها أبريم وكتبين بأن سهلة باش تبين بأن صورة المستقيم دي أو هو المستقيم أبريم، ودير التقاطع ديالهم هاد المثلث سي إف بي متساوي المتساوي الساقين، ما عليك إلا أن تبين أنه متساوي الأضلاع وبالتالي كتخرج التمرين. هذا بالنسبة للطرق، هذه عجالة لا يمكنش ندير كل شيء في ذاك، ولكن اللي بغيتو ندير حلول اونتيتاي ندير ماشي مشكل، ولكن في فرصة مقبلة ان شاء الله. هنا ما هي المستويات سلك التعليم الاعدادي المستهدفة من هذه الوضعية؟ حدد اجابتك دونك حسب الطريقة التي وجدتها تحدد المستوى. دونك هنا كتبان لك بان التمرين يمكن وضعه في السنة الاولى السنة الثانية والسنة الثالثة، ولكن السنة الاولى على ليميت لان كاين واحد المباراه هنا ما يمكنش تعملها، وبالتالي يجب بحث عن طريقه لتقديمها هو ديال استقامه النقاط عن طريق مجموع زوايا. دونك المستويات كلها ممكن تقديم التمرين، بطبيعه الحال ما كنقدموش كنقدموا بطريق اسئله تمهيديه او كنديروا كمساله مفتوحه بالنسبه للتلاميذ. ما هو موقع هذه الوضعيه في سيارات انتاج البرامج الدراسه حسب كل مستوى؟ التمرين ياتي في اخر مرحله من الدروس، حسب كل طريقه كاين درس ديالها، كاين درس الفيثاغورس، كاين درس ديال المعلم، كاين درس ديال الكوسيني عفوا في النسبه الثانيه وطاليس. دونك الموقع ديالو وهو حسب الطريقه التي وجدتها تي، وهو كيكون في اخر تمارين ديال الدرس. ما هي المعارف والمهارات اللازمه لحل هذه الوضعيه حسب كل مستوى؟ وهنا كتحدد المعارف حسب كل طريقه، عندك 6 طرق كدير واحد الجدول، الطريقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، اش هما المعارف والمهارات اللازمه؟ وتقدر ما دير 6 ديرها 3، هنا فين كيختلفوا الاساتذه في التنقيط، تلقى واحد دار جوج، واحد دار ثلاثة، واحد دار ثلاثة أربعة، واحد دار خمسة، وبالتالي هنا يختلفوا نفس النقاط. ما هو الهدف التكويني من هذه الوضعية؟ حسب الطريقة، هناك مثلا نعطي مثال في الطريقة الأولى، الهدف التكويني من هذه الوضعية هو جعل التلميذ يبحث عن 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 عن, عن, عن عفوا عن الزوايا المتقيسة وعن القطع المتقيسة. كبر لان هناك قطعه متقيسه، وهناك بالنسبه للسنه الاولى نقدر نقول هذا هدف تكويني هو ان يقرا التلميذ شكلا معينا. مثلا الهدف التكويني في السنه الثالثه هو تغيير الاطار من تمرين هندسي الى تمرين جبري باستعمال فيثاغورس،
أو استعمال المعلم. طب الهدف تكويني حسب الطريقة التي وجدتها. ما هي الصعوبات التي قد تغتر المتعلم عند إنجاز الوضعية؟ على ما أظن بين التلميذ العادي يجد الصعوبة تماما في هذه الوضعية. لماذا؟ الصعوبة أولا، الصعوبة الأولى تتجلى في عدم إمكانية تكميم الاستقامية كونتيفي لالينمو. مثلا كيفاش مثلا في الاعدادي ملي كنديروا المستقيم شتي الميثود دو كونتيفي باش نقولوا نقط مستقيمه اذا وفقط اذا كانت تنتمي الى مستقيم وعندنا معادله ديالو، او نقطه تنتمي ا و بي و سي و دي اذا وفقط اذا كانت احداثيه كل واحده منهما الاحداثيه ديالها تحقق معادله. هذا تكميم بين كونتيفي، عفوا كونتيفي بكثر الضوء كمي. دونك الصعوبة الأساسية في التمرين كله هو ليست هناك طرق لتكميم الاستقامية، وخصوصا في المستوى السنة الأولى والسنة الثانية. سادسا، أنجز حل لهذه الوضعية. راه أنجزناها السنة الأولى كاينة طريقة واحدة، السنة الثالثة كاينين ستة. ممكن الأستاذ يستعرضهم بعجالة، ليس بالضرورة حتى أون ديتاي. السلام عليكم. كاين واحد الطريقه باش نبينوا ان النقط مستقيمه، نقدروا نشوفوا الزاويه دي او دي او اف و دي او ا، نو ماشي سي او دي سي او اف، واش ممكن نخدموا بهذه الطريقه؟ نعم، ونقارنوا هذه الزاويتين ونلقاو انهم متقايسين وبالتالي النقط غيكونوا مستقيمه، وهذه في متناول التلاميذ ديال السنه الاولى اعدادي. لا ما فهمتش انا، ما فهمتش انا ذاك الطريقه ديالك استاذي. غادي نقارنوا دونك فوالا بي بي الزوايا اللي متقايسه شنو هي؟ نقدروا لا غنشوفوا غير الزاويه بي اف او والزاويه بي اف دي. واخا متقايسين ماشي مشكل، ومن بعد كيف استقامية؟ دونك لا المشكلة هو كاين طريقة ديال كونتيفي. مثلا نعطيك مثال، كنقولوا ا آه منتصف قطاع ا بي، كنقولوا المتجه ا آه اي تساوي، هذا سي كونتيفي كيولي قابل للحساب. فهمتي؟ دونك استقامية كيفاش تكونتيفيها؟ كيفاش تردها كونتيفي؟ هنا استقامية باش كونتيفي كاين طريقة ديال العلاقة المثلثية اللي كنعرفو كاملين، ياك، وكاين طريقه ديال الزوايا تكون مجموع ديالهم هو بي، هو 180 درجه. هذا الا خدينا الزاويه الراس ديالها مثلا، ياك يا استاذي. بلاتي المهم حتى انا كيبان ليش مزيان ذاك الحروف. حتى انا ما كانش كنبان لي مزيان، دونك بير هي اللي تحت. دونك انا نجد انا هذاك لا غادي نجيب لك جبرا اللي انا واقف في الشكل. ها هو باين، باين لك دابا ياك؟ ما باش لا مثلا ما باش نتقاسم الليكرون ديالك سيجمال. ها هو دابا تقاسم ياك؟ مثلا فوالا هما الزوايا، هما الزوايا عطاهم لك جوج حسبهم لك ماشي لا ما محسوبش الزاويه بي او بي او اف، غنلقاو عندها واحد القياس بي او اف هي 90 درجه، هي اللي عطات 45 درجه، راه عطات 45 درجه، هي اللي عطات الزاويه التي راسها اف. ها هي شا لا التي راسها او، لا انا كنهضر على راس الزاويه ديال الراس او ولا اف هي 45 درجه حيت مثلث قائم زاوية متساوي ساقي. قائم زاوية أنا كنهضر على لا 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 بي أو إف يعني الزاوية التي رأسها أو دي أو بي بي إف ما عندناش لأن النقطة غير مستقيمة، ما عرفتش مستقيمة ولا لا. فوالا أي أنا باقي ما عرفناش. قلت زعما إلا لا لا فوالا هذا هو اللي خصنا ديمونطريو، دونك خصنا ديمونطريو ان الزاويتين بجوج متقايسين وبالتالي النقطة اف تنتمي الى المستقيم دي.
كيفاش انا كيفاش متقيسه انا ما فهمتهاش انا اش هما الزوايا المتقيسه دونك الى وصلنا بان الزاويه بي او اف والزاويه بي بلاتي شويه هات بي او اف هي هي اها والزاويه صور من درجه فوالا اها والزاويه بي او بي او دي بي او دي او دي دي اكثر من 45 درجه راه 60 زائد 45 درجه راه ماشي متقيسين راه كثر عرفتي علاش لان عندي 60 درجه عندي بي او او بي ا 60 درجه وعندي ا بي دي 45 درجه لان قطر في مربع دونك المجموع ديالهم 60 زائد 45 طب ماشي قد المهم الفكره ماشي بالضبط عندك لا الفكره لان تقايس تقايس زاويتين عمره ما يعطيك استقامية نقولك علاش نقولك لا 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 بلاتي بلاتي خذ زاويه هنا وبعد كيلومتر كان عندهم نفس الراس لا كان عندهم نفس الراس راه غادي يكونوا مستقيمين لا لا عندهم الراس خاص يكون متقابله تما الراس هذيك لا يكون عندهم نفس الراس عندهم لا لا ما نفطرش استقامية دابا عندهم نفس الرأس وعندهم ضلع مشترك اللي هو بي او اف بي او فهمتي يمكن لما كانت الشيما تكون واضحة أكثر المهم على أيين على أيين غير شكرا جمال على التقاسم ديال المعرفة معنا وهذا يعني ماذا بنا لو أن هاد العمل كل قمنا به قبل وهذا ولكن مزيان دابا الحمد لله مزيان بدا نستافدوا هاد الحصه هادي عندنا طلب اللي كان سي جمال هو ممكن تكون شي حاجه بالنسبه للثانوي التاهيلي اذا كان ممكن لا ان شاء الله الحصه المقبله ندير الثانوي التاهيلي دابا لا هذه ليسونسيال هو هذا الموضوع حطوه عادي لشي سيمانه تقريبا وطلبنا من الاساتذه يفكروا في الموضوع لان وانا كتبت واحد الملاحظه علاش نهار لقيت انا التمرين صعيب لان نقول بكل صراحه بكل موضوعيه انا التمرين الاول ديال الفرق ديال الامتحان جاني سهل منين وصلت للتمرين الثاني وصلت للتمرين الثاني قلت هذا لغم عطاه الاساتذه زعما ماشي قضيه صعيب قضيه الموضع ديال فين تحطوا مثلا حطيتو في الثالثه راه ندير المعلم ونخرج بواه واسع لان الحاجات ساهلين صح نعم صحيح فهمتي ولكن انت كتقول لي السنه الاولى اشنو الادوات اللي كيمتلك التلميذ باش يديرها ما عندوش حد قلبت في التعامل قلبت كل شيء ما لقيتش شي طريقه اخرى من غير الطريقه ديال مجموعه الزوايا في السنه الاولى وغير مقبوله نقولك علاش ما دخلش في الدرس ما ديريش التلميذ كنقولوا له بان اذا كانت الزاويه دي اف ا زائد زاويه سي اف او المجموع ديالهم هو 80 درجه اذا النقط مستقيميه ما عندناش حنا كنديروا العكس حتى تكون مستقيميه عاد نقولوا مجموع الزوايا 180 درجه نعم دونك هذه الطريقه غير ما كايناش في السنه الاولى عادل شكرا خدنا خدنا شو أستاذ دياب عبد الرحيم كتب سؤال بالنسبة للمهارات والمعايب كيف نفرق بينهما ولو أمكن أن نفرق هذه المعايب والمهارات بالنسبة للحل الخاص بالأولى والثالثة إعدادي إذا كيف نفرق بين المهارات والمعايب المعارف هي المنصوص عليها في البرنامج هذو المعارف شي واحد كيهضر في التليفون واخا انا ديزاكتيف الصوت ديال الاستاذ تفضل سي جمال فهمتي المعارف هي المنصوص عليها في البرنامج كتكون في العمود الاول والعمود الثاني من البرنامج هذوك هما المعارف كتقول مثلا كتقول على كتقول المتفاوت المثلثي هذه معرفه قضية المهارة وهو استعمالها في إثبات مثلا الاستقامية هذه مهارة باش نبين بأن النقاط مستقيمة ثلاثة خاصني نشوف نحسب المسافة ديال جو ديالهم ثلاثة ونشوف هل الوحدة فيهم مجموعة الأخرى
ونقول بان النقاط مستقيمه وغير مستقيمه، هذه مهاره. ولكن الدرس اش كيقول لك؟ كيقول لك كيعطيك المتفاوته المثلثيه ويقول لك اذا كان التساوي اذا فقط اذا كانت نقاط مستقيمه، هذه معرفه. المهاره هو كيفاش نطبقها. المهاره هو انا استعملت فيثاغورس باش نحسب المسافه الثلاث ونشوف بان هل واحده هي مجموع الاخريين. دوك هذه مهاره. دوك المهاره هي غالبا هي التي تحتل العمود الاول والعمود الثاني من التوجيهات، من كتاب التوجيهات. اما المهارات هي التي تحتل العمود الثالث وغالبا لا تكون، هاد المرات ما كديروهاش، وبعض المرات كنجدوها في العمود الثاني. اما المعارف فقط كاينه في العمود الاول. رغم بان البرامج ديالنا غير دقيقه ما كتدققش في الامور، ولكن المعارف كتكون المعارف هي التي هي القواعد، المعارف هي القواعد والتعريف والخاصيات اللي كنعرفوا، هذو هما المعرفه. اما المهارات هو كيف استعمالها في حل التمارين. مثلا تيميل انكم تكون عنده مهاره لاستعمال مثلا في طرس في حل المسائل الجبريه، هذه مهاره ليس معرفه. فيثاغورس هي معرفه، ولكن استعمالها في حل المسائل الجبريه مهاره. تفضل علي. نعم استاذ بابا، عندك كلمه. تفضل استاذ بابا، السؤال ديالك. السلام عليكم سي جمال، نشكرك على هذا المجهود. انا عندي واحد السؤال بالنسبه للثالثه اعدادي، هذاك المعلم واش التلام ديال الثالثه اعدادي عندهم القدره انهم يحطوا المعلم؟ لان في هذا الشكل راه ما كاينش المعلم، يعني خص يحطوا تحط المعلم عاد تحدد عليه الاحداثيه ديال النقطه او ديال النقطه اف. بالنسبه للتلام ديال التلام ديال الاعدادي هما خصك تعطيهم المعلم عاد يخرجوا الاحداثيه ديال النقطه. وشكرا استاذ. انا افضل بان الجواب ما غاتكتبوش في الامتحان، لان سيرفض من طرف المصحح. نقولك علاش؟ لان في الامتحان يجب ان تكتب ما يجب ان يكون، ليس ما هو، لان الواقع في كل شيء. مثلا تجي تقول كاين مشاكل، تقول لها الاكتظاظ مثلا، بحال غالبا بعض الناس كيكتبوا هذه لا تقبل في الامتحان، لا تقبل. وبعض المرات كتخرج على الانسان ما نكتبش وجهه النظر ديالي تماما واخا انا ضدها. انا غادي اعتمد على على التوجيهات و التوجيهات كتقول ها اسمعني، يعني هنا استاذ هنا رجعوا التوجيهات، كاين هذه التوجيهات اش كيقول لك؟ استعمال المعلم في حل المسائل الهندسيه كاينه لا استاذ؟ كاينه في التوجيهات. استعمال المعلم في حل المسائل الهندسيه ولا كيقول لك مثلا استعمال المعلم في حل المسائل الواقع المعاش مثلا، بحال بحال العموميات القادمه في التوجيهات. لان التوجيهات التوجيهات خاصها تكون دايما محلوله مفتوحه، ما خصهاش تسد. حتى فرنسا التوجيهات راه حتى فرنسا كاينه، راه ماشي في جميع دول العالم، لان ما كيسدوش، لان كيخليوك انت مثلا. نعطيك مثال، كاين واحد مثلا في الثانوي كيقول لك استعمال الجبر في حل المسائل الهندسيه. هذه الجمله هذه اللي شتيها مزيان، استعمال المرجع ماشي المتجهات. هادو باش تستعمل المرجح بحال داك خاصك تدو توريم كبار، ما كاينينش في البرنامج. هو البروبليم ديال الباريسون تو بوان ديبلو اي لو باريسون ترو بوان اليني، كل نقطة من المستوى هي مرجح ثلاث نقط غير مستقيمية، وكل نقطة من المستقيم هي مرجح نقطتين غير متزينتين من المستقيم. هادو دو توريم ما كاينينش في البرنامج، ولكن رغم ذلك كيقول لك استعمال المرجح بحال المسألة الهندسية وانتقلب. وهذه بحال هاد الملاحظات كاينين بزاف في الدروس. من خلاصة استاذ القول ما نقولش ما هو كائن، حنا عارفين التمرين ما يصلح حتى واحد لينا، ولكن في الامتحان خاص نقول راه صالح وراه عنده هدف تكويني. الهدف التكويني هو تغيير الاطار من ما هو هندسي الى ما هو جبري، او تجي جعل التلميذ في وضعيات للقيام ببعض التحريات على الاشكال، مثلا البحث عن القطع المتقيسه، البحث عن الزاويه المتقيسه، هذه المساله الاولى. فهمتي؟ دونك هذا هو الجواب ديالي استاذ. شكرا سي. استاذ توي كيتسائل كيف نصنف سؤال ما؟
اي مستوى مهاري من المستويات الثلاث. دائما يصنف حسب المجهود الذي بذل في الحل ديالو. اذا كان مباشر، اذا كان بينما درتي القلم وخرج الاولى صافي، لان انت اللي كتحدد المستوى ديال المهاري ديال التلاميذ اللي كتكون تتقريهم. كتعرف التلميذ اللي كتعطي هذا السؤال كيطير فيه، حنا كنقولوا في الدارجه حنا هذا السؤال كيطير فيه التلميذ. ما معنى كيطير فيه التلميذ؟ هذا المستوى الاول، هذه كيلقى فيه شي صعوبه شويه. المستوى الدرجه الثاني هذا ما يخرجوش مهاره ثالثه. دونك التصنيف هو حسب المجهود الذي يبذل في حله من طرفك انت، اعتقادا بان التلميذ سيقوم بما قمت انت. انت ملي كتخرج التمرين كتقول التلميذ غادي يكون بحالك، وكنجمع التلميذ، ولكن نظريا لا، نظريا خصك تكتبها في الامتحان. اما واقع اشكال اخرى، نقدر نناقش معك نقول بان لا يصلح التلاميذ. تفضل استاذ عبد الباسط كيتسائل ماذا نعني بالمعالجه الديداكتيكيه؟ المعالجه الديداكتيكيه هو من كتاخذ النص وكتقوم بالحل ديالو، كتقول بان كيفاش مثلا كيفاش يمكن يفهم التلميذ هذه المعلومه اللي غنقدمها في الحل. مثلا ناخذ الامثله اللي عندنا. مثلا استعمال المعلم، نقول التلميذ كيفاش استعملت المعلم، كيف فكرتو في المعلم، ما جاش وطعلم من السماء. هذه المعالجه بمعنى تجيب على الاسئله التي يمكن ان يطرحها التلميذ ولو في ذهنه، واخا ما يقولها لك شفويا، ولكن انت كتقول بان التلميذ غادي يصرح. او علاش درت هادي؟ علاش درت لك النقطه ام مثلا؟ هذه المعالجه الديداكتيكيه. دونك اللي بغينا غير تمرين واحد نعالجوه خاصنا كتاب، وغادي نحاول نعالجوه بالديداكتيكيه ونصيفط لكم ان شاء الله بحول الله. هاد ست الطرق غنديرهم ونقول لك شنو المعالجه الديداكتيكيه، كيفاش فكرت ب، فكرت في ام، فكرت في هذا، لان هذه المعالجه الديداكتيكيه. لان الرياضيات مش هو الحل الاساسي، هو كيفاش فكرتي في الحل. هذاك الميكانيزم، انت الميكانيزم اللي دازك في الدماغ هو اللي خصك تقول تيميد. كيسميه جوناتر واحد الباحث بلجيكي، كيسميه الفضاء الاشكالي للوضعيه. ملي كتحط وضعيه كيبدا الخيوط او الاسلاك في الدماغ كتبقى تتشابك، خصوصا في المسائل التي يصعب حلها. ما كنهضرش على المسائل التطبيقيه. قال لك هذيك الوضعيه كتخلق واحد الافرض اشكالي يجعلك ان تقوم بمحاوله الخطا. كتفكر كدوزو، كتفكر كتقول تقول هنا طريقه اخرى، تفكر في واحد التمرين سبق لي درته الى اخره. هاد الافكار اللي كدوز في الدماغ هو كيجمع كيسميها الفضاء الاشكالي. وهذا الفضاء الاشكالي هو الذي يخلق الحل. واللي بغيتي تقرا عليها مزيان على هذا، انصيفط لكم لوليا ديالو، باحث جيد في كندا كيتناول الميكانيزمات التي تتحكم في التفكير البشري او في التفكير البشري بصفه عامه والتلميذ بصفه خاصه. هذا المعالجه الديداكتيكيه استاذ. دونك يجب المعالجه الديداكتيكيه تساوي الإجابة على جميع الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن التلميذ رغم أنه لم يضعها. تخطح بلاص تكون بلاصتو تقول بأن التلميذ غير يسول معكم. تفضل عادي. أستاذ مصطفى بوضيع عندك الكلمة، تفضل بالسؤال ديالك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ عادي. أستاذ كتمنى أستاذ عادي ليك. نعم كتمنى. بالنسبة للتمرين، بالنسبه لهذا التمرين الاخير، كاين طريقه اخرى اللي تابعه اللي تابعه عند المعلم، الطريقه باستعمال المعلم هو نبينو هذوك المتجهتين دي اف والدي او، نبينهم سون كولينير يعني مستقيميه هذوك جوج المتجهات، كيعطيونا استقامه ديال النقاط. غنرجع لواحد النقطه اخرى ديال مفهوم المسافه اللي هضرنا عليه بزاف في التمرين الاول، في الجزء الاول. مفهوم المسافه اللي درناه واحد مستقيم مدرج وبدنا غير وحده ديال التدريج، كنولوا كنخرجوا هنا على البناء ديال المفهوم ديال القيمه المطلقه. يعني يقدر مثلا تقول لي ما هي مسافه العدد ناقص 5 على الصفر، اللي معروف هو كيديروا 5، ولكن لا بدلنا يعني وحده ديال التدريج مثلا درنا 2 سنتيمتر، غتكون المسافه هي 10
بالتالي ما بقاش عندنا داك يعني البناء ديال الفهم ديال القيمه المطلقه. وواحد السؤال اخر للاستاذ محمد جمال هو شي طريقه ديال تقديم يعني مفهوم الاختزال، مفهوم الاختزال ديال عدد كثير بالنسبه للمستوى الاعدادي، يعني المستوى الاولى اعدادي. عندي سؤال اخر واخا طول شويه ديال المستوى المهاري واحد مستوى مهاري جوج ومستوى مهاري ثلاثه علاش هضر الاستاذ محمد جمال يعني قال هو يعني على حساب كيفاش كيبان التلميذ واش غادي يجاوب عليه من الاولى ولا غادي يكون عنده شويه ديال انا المستوى ديال التلميذ كيختلف وبالتالي غادي نقولوا السؤال كيولي عنده بزاف ديال المستويات المهاريه على حساب المستوى ديال كل تلميذ ماشي على حساب يعني كما جا في المذكره 192 يمكن كيقول لك هو المستوى المهاري الاول هو يعني تطبيق مباشر للخاصيه ولا القاعده والمستوى المهاري الثاني هو مثلا كنجمعوا فيه جوج خاصيات وجوج قواعد ولا جوج قاعده والمستوى المهاري الثالثه يعني كنديروا كنجيبوا يعني اللي هي غير معروفه باش انه يجاوب على السؤال وشكرا. بالنسبه للمهاره ما قلتش انا حسب التلاميذ، انا قلت حسب ما قمت به انت واضع السؤال ملي كتحطو كتفكر في طريقه هاك الطريقه التي تحدد لك المستوى المهاري. مثلا كان تطبيق مباشر بالنسبه لك انت يقدر يكون ما يكونش تطبيق مباشر للتلميذ، هذا التلميذ عند استاذ اكس مش عند استاذ ايغريك. اذا المستوى المهاري هو من شكون كيحطو هو الاستاذ الذي يضع الامتحان او الاطار المرجعي. علاش الاطار المرجعي؟ خاص يكون يقول لك ها هما المستويات خاص يحدهم لك. مثلا التطبيق مثلا حساب مثلا اعطي مثال حساب النهايه ديال دالتين لا ينعدم مثلا تنعدم واحده مثلا في كذا وكذا مثلا بحال هكا باش تكون هذا السؤال كيكون معروف كتعرف كتقرا التلاميذ على هذا الشكل كتقول لهم كتعطيهم امثله اللي فيهم كسر فيهم داله تنعدم فئه والاخرى لا تنعدم فئه باش تكون نهايه صفر او نهايه زائد ما لا نهايه وناقص ما لا نهايه. دونك هذا كيولي سؤال من مباشر، ولكن قلت انا سؤال مباشر يحدد الاستاذ او تحدد الاطر المرجعيه. للاسف الشديد في المغرب وما تتبعش في الامتحان والمرجعيه لا تتناول لا تصنف لا تصنف المفاهيم حسب المستويات، لان خص تحدد لنا تطبيق تعريف في كذا وكذا في حالات كذا وكذا. مثلا نعطي مثال في المتتاليات، هنا توجيهات خدمات قالت فيهم استعمال المتتاليات الهندسيه وحسابيه في المتتاليات التاليه، وعطات ان بلس ا ايكال و ان بلس ا ايكال. انا حددت لك المستوى، هذا المستوى الاول. اما السؤال الاخر بالنسبه للطريقه ديال المتجهات متفق معاك، لان ملي كتهضر على وثاني مشكل في التاسعه كاين المشكل ديال استقامه المتجهات، راه ما عندهمش ليست قدره ضرب متجهه في عدد حقيقي او الاحداث ديالها ما كايناش في الاطار المرجعي. دونك كاين مشكل، ولكن تقدر تقترح كطريقه. هنا كيولي الهدف التكوين شنو هو امتدادات البرنامج، هو فتح افق للمتجهات. مثلا هذا عما ظن البرنامجين لا يسمح بذلك، الامتحانات لا تسمح بذلك. تفضل يا استاذ. نشوف السي الحسن السي يوسفي تفضل. السلام عليكم استاذ عادل. السلام عليكم جمال. بالنسبه للكولينياريتي ديال لو فيكتور تنظن ممكن، يعني ممكن نديروا مثلا لو اف دلاله او تي او لو تي دلاله او اف، وغادي تعطينا ان النقط مستقيمه. تنظن السوفتوير ممكن لا الى درنا الاسقاطات ودرنا الاحداثيات وهذه يعني اناليتيكال نحددوا استقامه.
هذا هو السؤال اللي مطروح، واش ممكن نديروا احدى المنتجات بلاد اخرى وبالتالي النقط مستقيمة؟ شكرا. انا بالنسبة علميا ورياديا صحيحة، ولكن البرامج لا يسمحوا بذلك. يقول لك جوداء في التوشات التربوي على ما اتذكر، جوداء متجه بحقي ليست قدرة، كيقول لك بحال هكا ليست قدرة، دون بحال عطيني اتساع كتقول من كيقول لك البرامج ليست قدرة بان ما تديرهاش. اذا انا من ناحية الريادية انا متفق معك بدون ما فيهاش مناقشة، ولكن من ناحية البرنامج ما يفضها. وثانيا الاطر المرجعي لا يتكلم نهائيا عن جداء احداثية جداء متجه بعد حق، بما ما عندك حق تعطيه، كيهضر فقط على حالة واحدة هو المنتصر، احداثية المنتصر. استاذ بسمة تفضلي. السلام عليكم، تسمعوني؟ السلام ورحمة الله. وعليكم هاي سيد جمال، شكرا بزاف على هاد الحصة هذه. بالنسبة للسؤال ديالي، ما هو الهدف التكويني من هذه الوضعية؟ إلا قلنا تنمية القدرة على البحث والابتكار، واش كتعتبر يعني جواب مقبول في الامتحان؟ لا سيد. لا علاش؟ لأن كاين البعض يفهموها هروب من السؤال من الجواب، لان هذا هدف عام. يقول لك هذه راه بغات، مثلا نعطيك مثال، انت كتقول بان المستوى الادراكي للتلاميذ لا يسمح بكذا وكذا، الهضره كلها ما كتقبلش في امتحان. فهمتي؟ امتحان اش هو الهدف تكون من هذا التمرين ماشي بصفه عامه. فهمتي؟ تقول لي اش بغيتي انت من هذا التمرين؟ دونك انا انصحكم بان في الامتحانات يجب تفادي تلك الملاحظات التي لا يفهمها الا صاحبها. بعض المرات كندير شي ملاحظه كنحتار الناس كيفهموها وكنفهمها انا بوحدي، وبالتالي اش كيقول هذاك المصحح؟ لا يفهم الخطاب، وبالتالي اش كيدير؟ كينقذها او كيضرب عليها او ويتخدم في شي معاه حاجه اخرى صحيحه. دونك استاذه انا افضل بان امشي مباشره الى الجواب. الهدف التكويني بالنسبه للسنه الاولى وهو التعرف على وضعيه من خلال الشكل، يبحث عن انتقال النقاط انطلاقا من مجموع زوايا، رغم انك هذه ما عندوش مقرر تجاوزا نقبلوها. ففي سنه رابعه نقدر نقول لك استعمال مبان فيثاغورس في اثبات استقامه النقاط، نقدر نقول لك استعمال المتفاوته المثلثيه في حساب مثلا في اثبات استقامه النقاط الى اخره، او استعمال طالين لحساب مسافات بغيتها تحديد استقاميه ثلاث نقاط الى اخره. بمعنى الصياغه ديال الهدف او هدف تكويني يكون انطلاقا من الرياضيات. شكرا استاذ. استاذ مسعود تفضل. نعم لك كلمة أستاذ مسعود. السلام عليكم أستاذي. غير بالنسبة لبعض الأخطاء كنلقاهم ناتجة عن أنساهو، مثلا كنلقاو في الامتحانات ديال الامتحانات المهنية كنلقاو دالة ولا هذا مكتوبة مثلا 1 على 2 إكس، كنلقاو مثلا 1 على زائد 2 إكس كاتبة التلميذ ولا مستعملة بهذا الشكل. إذا ما هو مصدر هذا الخطأ وكيفاش المعالجة ديالو؟ قضيه السهو هو مصدر ديالو هو اونتولوجي مرتبط بمواصفات الفرد المتعلم. انا بالنسبه لي مثلا لمعالجه هذا الخطا غادي نشد الفرد المتعلم، غتولي معالجه سيكولوجيه، نقدر نلتجا الى سيكولوجي كاع اللي ما كنتش نعرف الميدان. وهذه مشكله تنقصنا في المغرب، بين واحد كينسى خاص يشوف ما هي الاسباب التي تجعله يسهو أو ينسى أو إلى آخره. أما المصدر هو مرتبط فقط بالتلميذ، ليس ما عنده علاقة مع لا برنامج لا إبيستيمولوجيا، وعنده علاقة مع المتعلم، وبالتالي يجب دراسة الوضعية وضعية سيكولوجية. وكاين كتب كثيرة كتكلم على السهو وأخطاء السهو في التعلم. تفضل عادي.
شكرا سي محمد. لن يمكن وصلنا لاخر هذا اللقاء. لا بلاتي انا لاحظت في الشات كاين واحد كاتب لا خطا استقامه متجهتين خارج البرنامج. هذا محمد نعم اشو كيقصد به؟ لا اتكلم على الاخوان اللي عطاو اقتراح ديال استقامه متجهتين. هو نفس الجواب اللي قلت لك محمد. لا نفرقوا انا باش نميزوا بين الامور. استقامه متجهتين باعتبار المتجهتين خارج المعلم كاينه في المقرر، ولكن انفو كيدخل المعلم والاحداثيات كتبقى خارج المقرر. علاش خارج المقرر؟ لان قلت بان احداثيات جداء متجه في عهد حقيقي انت عهد حقيقي خارج المقرر وما كاينش مقرر، وبالتالي كيفاش دير استقامية اللي ما كانش عندك القضيه ما يمكنلكش، لان خاصك احداثيات باش دير استقامية بالاحداثيات. ثانيا كذلك كاينه نقطه اخرى بان تساوي متجهتين الاحداثيات راه ما كاينش، ما كنذكر تساوي هو تساوي الاحداثيات بين لا باز ما كنذكروش الكلام، ما كاينش لا برنامج لا كتب مدرسيه. لا نتكلم بان اللي كانت عندنا لا باز اي جي مثلا، عفوا اللي كانت عندنا جوج متجهات متساويه فان الاصول يساوي الاصول والارتب يساوي الارتب، ما كاينش، كدوز عرفيه وصف. اما قضيه استقاميه خارج هذه المنظومه ديال المعلم هي كاينه ولكن ليست قدره. باش نتفقوا بان ما معنى قدره؟ ما تمتحنش فيها، خلي الدري يقراها، لان انت انا قدمت جداء. وكيفاش كيتقدم جداء؟ انا كنفتح قوس باش يمكن نفيد الاساتذه في هذا الموضوع، لان استقامه متجهتين عفوا جداء متجه هذا حقيقي. بكريش كنا نديرو ليه؟ كنديرو الجمع، كنقولو مثلا ا بي زيد ا بي زيد ا بي زيد خمسه مرات، كنقول هي خمسه فو ا بي. نقدر نبينو بان مثلا ا بي تساوي 3 على 2 اسي باعتبار ان دو ا بي تساوي 3 اسي، ولكن ملي كنوصلو للعدد الجذريه كنحصلو كنعطيو التعريف، والتعريف غالبا كيكون ناقص. علاش؟ لأننا لا يعتبر النقط مستقيمية. كاين طريقة هنا كنقولها ديما، ما دام الجمع نقدمه عن طريق متوازي الأضلاع فلماذا لا نقدم جداء متجه حقيقي انطلاقا من شيء منحرف؟ نقول بأن المتجه أب تساوي ك دي سي إذا وفقت إذا كان أب سي أب سي دي شيء منحرف اللي كانت كم وجهة واللي كانت سليم كتقلبوا رؤوس ونتفكم هذه المشاكل ديال الاستقامية. السلام عليكم، هذا وجهة نظر ديالي والكلام على الله. شكرا جزيلا باسم جميع الاساتذه الرياضيين وباسم الجمعيه المغربيه للاساتذه الرياضيين، كنجدوا لك الشكر سي محمد، وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله للاساتذه المقبلين على الامتحانات المهنيه، ونضربوا موعد لجميع الاساتذه في الاسبوع المقبل ان شاء الله مع اللقاء الثاني ومستوى الاساتذه التعليم الثانوي التاهيلي، وتحيه للجميع. شكرا سي محمد وشكرا والى اللقاء. تصبحون على خير. الى اللقاء. تصبحوا على خير.